الفقرة التالية هي تمرين لعالم رياضي معروف الأستاذ عباس عدنان الصفار، إضافة إلى إنجازاته الرياضية العديدة في أندية المنطقة، وهو أيضا رسم نموذجا متميزا في مقاومته لمرض السرطان. الأستاذ عباس الصفار دائم الابتسامة، هو من مواليد القطيف عام 1962، أنهى دراسته الثانوية وحصل على شهادة الدبلوم وعمل في شركة أرامكو السعودية. اشترك في عدة أندية رياضية ومارس لعبة كرة الطائرة. عمل إداريا لفريق كرة القدم بنادي الترجي وحقق عدة جوائز وبطولات، وهو عضو مؤسس لصندوق كافل اليتيم جمعية القطيف الخيرية ودورة كافل اليتيم الرياضي. يشرفنا الأستاذ عباس الفاضل بالحديث عن تجربته وإنجازاته الرياضية وتجربته في مقاومة السرطان. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أولا أشكر المنتدى على تكريمه إلي، وأشكر منتديات واجد اللي كرموني، والدورات اللي في القطيف من سواء في التاروت والقرم المحيط كله كرموني كلهم، أشكرهم. وأشكر الديوانيات في القطيف أكثرها، وأنا واحد منهم وفيهم، وكلهم كرموني وجزاهم ألف خير وقفتهم وياي في فترة المرض. أنا زي ما طلبوا مني فقرتين، فقرة رياضية فقرة عن معاناتي المرض. ابتدي في بالنسبة للرياضة، ابتديت لاعب صغير في نادي البدر، وكان الرئيس الأستاذ علوي الخباز. طبعا حتى لو أنا كان طموحي، يعني ما كان كنت ألعب طائرة، أنا كنت أحب القدم، بس عشان أخوي أستاذ حسن أدو موجود يلعب طائرة، فأخذني وياه وسجلوني طائرة، وكنت ألعب ولعبت وتدرجت في اللعبة حتى انضموا نادي البدر والشاطي، ولعبت في الترجي فترة، بعدين صرت إداري قدم عدة فترات ورؤساء أندية اللي ظلوا في النادي، يعني مثل فؤاد الدهان، عبد العزيز أبو السعود، وكثيرين أنا كنت عاصرتهم معهم، وحققنا بعض الإنجازات اللي نقدر عليها. هذه بالنسبة للرياضة. ودورة كافل اليتيم في القطيف إحنا مؤسسينها من البداية، يعني حتى قبل ما تنتشر حتى في البلد، إحنا كنا من مؤسسينها، كان اللي هو عصام الشماسي والمجموعة جمال كفير، هذه اللي كانت مجموعة معانا في كافلة يتيم، ولطفي المصطفى مدام هو موجود، هذا من المؤسسين يعني دورة كافلة يتيم. بالنسبة للمرضي هو قسمين، يعني في قسم مأساوي، قسم إيجابي. احنا المأساوي ما بنتكلم عنه، نتكلم عن الإيجابي اللي يرفع المعنويات. أنا اللي رفع معنوياتي وساعدني في أشداد المرحلة هو الناس، وقفة الناس وياي، يعني الناس يعني مو طبيعيين يعني في وقفتهم وياي، بالذات الديوانيات والفرق، الدورات اللي حصلت في القطيف ما يبتدوا إلا باسمي وما ينتهوا إلا باسمي. الناس في الفيسبوك، وإذا كان يحطوا صوري وأنا يعني ما أعرفهم بعضهم، فعلا هذا الشيء أثر فيه وحمسني أن أنا أرجع بقوة يعني وأجتاز دي المرحلة. مرحلة اللي بعدها وقوف أهلي ياي، زوجتي وأخواني
وانا ذكرت في اللي هو مقابله في مجله اسمها بعد اي جهينه، ذكرت فيها بعض الاشياء، وحتى انا قلت زوجتي هي اللي سبحني، بس اللي سبحني اول واحد مو زوجتي، اخوي هو اللي سبحني، محمد هو اللي اول واحد سبحني في المستشفى يعني. فاشكر الجميع، واشكر يعني انا الناس، ما ادري انا من اول احب الناس، بس الحين بعد رجعتي هذه احب الناس اكثر من وقفتهم وياي. حبيبي سلام. الحمد لله شدنا ذي المرحلة ورحنا. فما أدري يعني أحد عنده أسئلة معينة يحب يسألني ولا شيء عن المرض وعن، لا أنا مستعد. كيف بدأ المرض معك في أول أمر؟ كيف تقبل؟ أي زي ما قلت رايح المستشفى طبيعي كذي علاج، فشفت عندي كان انتفاخ، فخشيت على الدكتور وخذوا طبعا تحاليل وطلع عندي يعني، فتقبلت الموضوع عادي يعني. كنت حتى اللي هو كان اخوي محمد كان يتابع الحاله اكثر مني، يعني متاثر بالوضع اكثر مني، كان يهم الموضوع اكثر مني، هو انا اللي صاحب اللي بس الحمد لله جزنا المرحله هذه كان بدايتها. انصح كل زوجه ياخذوا زوجتي قدوه اليهم اللي وقفت اياه. شكرا إلى المنتدى وشكرا لكم. حبيبي.